صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفني فيه. برج الجوزاء، يلا نبدا قراءتنا. طاقه برج الجوزاء حاليا، طاقته ان هو طاقتك انت، خدت قرار او بتاخد قرار، عايز تاخد قرار بسرعه جدا، طريقه يعني سريعه شويه. انت حاليا سعيد بانجازاتك او سعيد بالشيء اللي عندك او مكتمل عموما، يعني عندك حاجات حلوة كتير. ممكن تكون كنت في علاقة وانفجرت، راح كل شيء منها وانت رايح ترجع العلاقة دي تاني. اعتقد عايز ترجع العلاقة دي، ممكن نشوف. طيب نشوف مشاعر الشريك، مشاعرك انت، نظرتك، نظرته ليك ونظرتك انت ليه، نظرته للعلاقة ونظرتك انت كمان، سوري، الخطوة اللي انت هتاخدها والخطوة اللي هو ياخدها. طيب برج الجوزاء الجميل، في ايه بقى علاقتكم مالها؟ الشريك يا برج الجوزاء بيتوازن حاليا، بيوازن ما بين عقله وقلبه، ممكن يكون اندفع معاك في العلاقة عموما. ده كابتن برج المزالة وبتتعامل مع برج هوائي، اندفع معاك، حس ان هو اندفع فقال اقف وجمد مشاعره شوية وقال اتوازن احسن واعمل ما بين العقل والقلب. وممكن يكون العلاقة باظت فبيعمل توازن في حياته تاني بعد ما العلاقة باظت، وانت طبعا عايز تروح تجيبه تقريبا. هنشوف دلوقتي ايه اللي بيحصل او هتاخد قرار، شوف بقى القرار ده ايه. يعني هي مشاعرك عموما، انت بتدافع عن نفسك او بتحمي قلبك بمعنى ادق. يعني هو العلاقة دي حاليا مش موجودة، مفيش تواصل، فهو بيتوازن وانت بقى بتحمي قلبك من اول وجديد. ده شخص بيحط لنفسه، بيحط للناس التانية حدود، ما تجوش هنا، يعني قلبي يقولك قلبي في ايدي ومحدش يجي جنبي، خلص. فهو بيوازن نفسه بعد اللي حصل وانت بتحمي قلبك تاني. يا برج الجوزاء على فكرة، برج الجوزاء من الابراج اللي بتحمي قلبها جدا جدا جدا، في فئة منها بتحمي قلبها، سوري، بالذات الفئة التالتة بتحمي قلبها وتخاف من الحب على فكرة. فاعتقد ان انت بعد ما العلاقة باظت بتحمي قلبك، او في سيناريو تاني ان انت عايز ترجع العلاقة تاني يا برج الجوزاء، عشان كده رايح اهو، رايح ورايح، وهيبقى فيه بينكو كلام، والشخص ده هيكلمك بهدوء جدا على فكرة. يعني هو هيقول لك 1 2 3 4 5 بهدوء جدا، وهيوازن ما بين عقله وقلبه في الكلام، انما انت هتبقى مندفع شويه برج الجوزاء. يعني انت تقريبا هو اللي قطع العلاقه، اوكي، تقريبا هو اللي فجر العلاقه كلها وعمل البرج المنفجر ده، هو اللي عمل العلاقه وجري وراح بقى يتوازن مع نفسه وقال لك بقى هو بقى مع نفسه بقى. فانت بقى هتكلمه واحتمال تديله كلام اللي هو انت ليه عملت كده، انا وانا 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 والخ. فتقريبا يبقى في كلام، او انت نفسك يبقى في كلام. مش عايزه اضيع القرون بس عشان تبقى ورا بعضها كده، تمام. طب هو نظرته ليك ايه؟ نظرته ان انت شخص، بص بقى، اعتقد كده ان انت كنت قافل مشاعرك عنه او مديله وش خشب، لان هو مشي، هو ممكن تكون كانت علاقة اعجاب، لان ده 9 كوبايات تقريبا، 9 ما اكتملتش للعشرة، كانت علاقة اعجاب او كانت علاقة في الاول خالص ممكن، او انت اتأخرت عليه في كلمة بحبك مثلا. عارف انا برج الجوزاء بياخد اوه على التفكير، يا لهو، ده لو هيتصل بواحدة يقولها ازيك هياخد 6 شهور تفكير. فانت يعني هو حاسس ان انت، بص، مركب له الوش الخشب اللي هو انا راجل ما عنديش قلب، من الاخر انا مجمد قلبي، انا راجل ما عنديش قلب، ف يعني مشي، قال لك خلاص شكرا. او انت بقى، انت لو بنت طبعا
بكلم بنت ولد يعني، حسيتي ان الشخص اللي معاكي ده شخص مجمد قلبه قوي قوي، فاتكلتي على الله، ما عندوش قلب وبيفكر دايما بعقله بس، مفيش قلب خالص، وجمد جمد مشاعره وعليكم السلام. ولو كنت في علاقة طبعا، ف يعني الشخص ده جمد المشاعر دي، لو هي علاقة مش علاقة اعجاب ولا اي حاجة، فانت حصل بينكم خناقة او عديتوا فترة برود المشاعر وما بقاش فيك كلام خالص ولا بقى في مشاعر، كل واحد بقى لبس الوش الخشب للتاني وقعد، فهو شايفكم ان انتوا لبستوا له الوش الخشب وانتوا شايفينه ان هو مكتئب بقى وخد جنب وما فيش مشاعر، ما بيظهرش مشاعر، وشايفينه لو انتوا في علاقة شايفينه ان هو بطل يديكوا المشاعر، ما هو انتوا لبسوا بصوا برود، ده شخص زعلان او عموما يعني مش شايف الكوبايتين اللي وراه وزعلان على الثلاث كوبايات، في كوبايتين وراه يا عم بص على الكوبايتين اللي وراك، لا انا زعلان على الثلاثه اللي قدام، وانتوا شايفين ان هو مجمد مشاعره، اعتقد ان انتوا اتخانقتوا مع بعض ممكن، فهو زعلان على يعني مش زعلان، انتوا شايفين ان هو ساب كل المميزات اللي في العلاقه وبص على الثلاث كوبايات وساب كوبايتين، يعني ممكن يكون انتوا عصبيين مثلا فبص على العصبيه وساب ان انتوا بتحبوه، ساب ان انتوا صبرتوا معاه، ساب ان انتوا وقفتوا جنبه كتير قوي قوي قوي، فساب كل ده ورمى ده وبص هنا. ممكن تكونوا بتتعاملوا مع برج الحمل طبعا والميزان اهو، ولسه في ابراج ترابي طبعا واسد، لان كذا برج ابراج كتير اهي. ايه تاني؟ فلو هي علاقه اعجاب في الاول، فانتوا في حد انتوا الاثنين مجمدين مشاعركم، وفي شخص يعني لو هي علاقه اعجاب ف وفي شخص منها مشي وطار، فهو شايفكم ان انتوا لابسين له الوش الخشب ومش نافعين في حب ولا نافعين في حاجه، وانتوا شايفينه ان هو شخص ساب كل المميزات اللي حصلت ومسك في كلمه ان انا اتاخرت عليك في ان انا اقول لك بحبك او في اظهار مشاعركم مثلا، يعني هو بص للنقطه دي وساب كل حاجه، علاقه احنا صحاب وبنتكلم مع بعض وبنروح ونيجي وبتاع، انت سبت كل ده ومسكت في ان انا ما قلتلكش بحبك او اتاخرت مثلا، فروحت انت مفجر بقى الدنيا ورحت موازن مشاعرك ووازنت بين عقلك وقلبك وخدت القرار بالمشي وسبتني انا يا عم اغرق بقى، فانتوا الاثنين متساويين يعني، فانتوا الاثنين متساويين عموما. الحلو بقى في الموضوع ده كله، لك الحلو بقى عندنا في بلدنا ان هو عايز الخطوة الجاية يستقر، وعايز يستقر معاكو انتو لان هو شايفكو انتو الاستقرار، خلي بالكو يعني هو موازن او وازن وشافكو انتو الاستقرار، يا برج الجوزاء شافكو ان انتو الاستقرار كله، انتو لو انتي كبنت تنفعي الزوجة، تنفعي تبقي معاه، تنفعي تبقوا مع بعض وتبتدوا علاقة حلوة، طبعا لو في انفصال يبقى هيرجع وبيفكر يرجع ويستقر بقى، ينتقل بقى من اعجاب بقى الحب، حب الخطوبة و وانتوا كمان شايفين ان هو حد لزوز قوي، يعني هو ده الشخص اللي انا انبسط معاه، مش علاقة ثلاثية، لا انتوا شايفين ان هي ده ناس مبسوطة، هو ده الشخص اللي انا بفرح معاه، ده الشخص اللي انا مبسوطة معاه، عشان كده برج الجوزاء انا بقول لك اهو، لو انت اللي هتروح ترجع ممكن تكون انت اللي عايز ترجع، لان انت بص انت واخد قرار اهو، انت عايز اهو، انت عايز برج الجوزاء، انت عايز تنبسط، انت مبسوط على فكره، انت شايف ان العلاقه دي متكامله جدا، لو هو شخص انت اللي ضيعته يا برج الجوزاء، الشخص ده اتاخرت عليه في انك تقول له بحبك وهو جمد مشاعره عليك وانت شفته وانت شايف ان هو ساب العلاقه وساب كل الحاجات الحلوه اللي في العلاقه ومسك في ان هو ان انت اتاخرت تقول له بحبك، فانت شايفه الاستقرار يا برج الجوزاء، ما تضحكش على نفسك وانت عايز تيجي بسرعه تجري تلحق، ولو هو اللي هيقدم العرض فانتوا هتلحقوا بسرعه جدا وهتاخدوا العرض وهتستقبلوه بسرعه، يعني الواحد جه قال لك مساء الخير وحشتيني انت كمان والله تعالى بقى نرجع، فهو شايف كله مش محتاجه توضيح يعني، هننبسط مع بعضينا وبصوا كلبين اهو كارت ده بحبه قوي يعني، عموما هو في الاستقرار كله. طيب هو شايف العلاقه ازاي؟
شايف العلاقة إنها علاقة قدرية، علاقة إن هو ده الحكم الإلهي، هو ده يقولك دي كلمة ربنا، ده الطرف الآخر بتاعي. العدالة، العلاقة دي هي دي العلاقة الصح. يعني ما تقلقوش، على فكرة ممكن يكون لو في زعل بينكم، بس هو شايفكم ان انتوا الشخص القدر، انتوا العدالة بتاعت ربنا. الشخص ده بيحبكم على فكرة، بس هو شافكم ان انتوا مجمدين مشاعركم شوية، عشان كده وازن. بس برغم ده كله رموه، لا هو شايفكم انتوا القدر بتاعه انتوا كمان. بصوا بقى الكارتين بمعنى واحد على فكرة، في كروت كده بتكمل المعنى للكارت التاني. انتوا كمان شايفين السول ميت بتاعكم، بصوا اهو يا جماعه، اهو استقرار كله، انتوا شايفينه الاستقرار، وهو شايف كل الاستقرار، وانتوا شايفينه الكوبايه هي يعني ده النص التاني، هو شايفكم ده انتوا النص التاني، وانتوا كمان شايفين النص التاني. مش هنضحك على بعض، انت شايفني النص التاني وانا شايفك النص التاني، برغم اللي يحصل بقى الدنيا تضرب تقلب تعمل لي برج منفجر، نترمي من فوق البرج، انا معاك والله ابدا ما اسيبك. هنموت مع بعض ونعيش مع بعض. ف هو لو هيقدم مصالحه، او انتوا بقى ممكن تكونوا انتوا اللي اتاخرتوا عليه، فانتوا شايفين السلم بتاعكم. طيب النصيحه بتاعتك ايه بقى؟ اخرج من مخاوفك يا برج الجوزاء. كتبت بكارت كتير جدا على فكره الايام دي، انت زعلان على فكره، وبص وبتوجه لنفسك اللوم كتير قوي، ده شخص بيوجه لنفسه اللوم، وهنا شخص بيحمي قلبه. ما تحميش قلبك يا برج الجوزاء، سيب قلبك وانطلق، عشان انت مستنيك انبساط، مستنيك حاجات حلوه، ده السول ميت بتاعك، ده الشخص اللي انت هتكمل معاه ان شاء الله. ما تدافعش عن نفسك، ما تحطلوش حواجز، انت حاطط له حواجز، فهو شايفك. بص انت حاطط له حواجز، بتدافع عن قلبك، بتطرده. يعني هو ممكن يكون شخص بيقدم لك عرض، وانت اللي عامل لنفسك الليله دي كلها، حاطط لنفسك العصيان دي، وبتقوله ما تقربش هنا، وبعدين ترجع تزعل. طب انت بتزعل ليه بقى برج الجوزاء؟ يعني انت هو لما بعد وبدا يستقر في مشاعره، وقال خلاص هو عمل لي الوش الخشب، ومش بتاع حب ومش بتاع حاجه، طب سلام عليكم، وعليكم السلام. ليه انت بقى بتعمل كده؟ عايز تلحقه ليه بقى؟ ليه من الاول؟ يعني هو شخص بترى عنده حق، لو انت اللي صدرت له المشاعر دي فهو عنده حق. فاخرج بقى من الليله دي كلها، اوكي، وقدم عرض جديد. يلا انطلق بقى، قدم عرض جديد وروح صالح، او لو جالك عرض اقبل وما تتلكعش زي ما بيقول، واخرج من المخاوف دي. انت في مخاوف في دماغك، بتوجه اللوم لنفسك، لو الشخص ده برج الجوزاء انت ضيعته من ايدك، يعني مثلا كان في اعجاب وبعد كده هو مشي، ما توجهش اللوم لنفسك، ما تقعدش تقول ما انا لو عملت بقى، لا بص اتحرك يلا اخرج من هنا واتحرك، اركب حصانك وروح، ما تتاخرش، ما تقعدش تقول طب لو قلت بحبك هيقبل، طب لو مش هيقبل مالكش دعوه، لان هو شايفك الاستقرار كله، شايفك حاجه حلوه قوي قوي، شايف انت الشخص المثالي، انت القدر، انت القدر بتاعه، وانت كمان شايفه كده. ليه بقى العطلة دي كلها؟ ليه بقى كده؟ ليه كده؟ ليه الحوار ده؟ دايما برج الجوزاء قراءته غريبة شوية. طيب الناس اللي مبتعدة عن بعض، هنا لا مبتعد عن بعض، يعني نقول فترة 6 شهور 7 كده، سنة ممكن بنكلمش بعض، مشاعره ايه حاليا وناوي على ايه؟ مشاعره ايه حاليا؟ شخص مبتعد عن برج الجوزاء وناوي على ايه؟ هناخد من النص مشاعره، ومن هنا ناوي على ايه. انا بتعامل مع حد برج جوزاء على فكره، وعامله له بلوك كمان، ده معناه بلوك،
وانا فعلا حاليا هاديه جدا على فكره، ازاي طاقتي اللي طلعت؟ ممكن تكون طاقه تانية يعني. هو حاليا في راحه تامه خالص، مش معنى ان هو مش فاكرك لا، بس هو بياخد استراحه، هدوء ما بعد العاصفه. طب ناوي على ايه؟ هو حاليا قافل على مشاعره، ما بيفكرش، يعني بمعنى ادق كده بيفكر في اللي حصل عموما، بيسترجع الشريط بتاع العلاقه من الاول خالص، وبيشوف بقى غلط في ايه، مغلطش في ايه، عمل في ايه. برضو بتيجي بمعنى بلوك، لو حد عمل حد بلوك، يعني ممكن نفسرها اكتر شويه. بس هو ناوي ان هو يفضل في المرحله دي، خد بالك الكروت دي بتكمل بعضها، بس عشان ما نسيت اقول لكم المعلومه دي، الكروت دي بتكمل بعضها. ناوي يقفل على المرحله دي شويه، مش يقفل الموضوع لا، يفضل كده شويه.